سالي، تعني محطة بصباحنا لليوم عن المساحة الخاصة بالتنمية لذواتنا ولمهاراتنا بالحياة. بيتميز الإنسان بالعقل والتفكير، وكتير منسمع مصطلح التفكير السلبي والتفكير الإيجابي وتأثير كل واحد منهم على خط سير حياتنا. اليوم كيف ممكن بإيدنا نتخلى عن كل الأفكار السلبية اللي عم تتجمع معنا كل النهار وتأثر علينا؟ صحيح سمر، مثل ما حكيتي بالبداية، دائما نحن بيجينا أفكار، أحيانا بتكون هذه الأفكار سلبية وأغلبها أيضا إيجابية حسب الشخص شو بتطغى الأفكار أو كيف بيفكر أو شو الطريقة اللي هو بيفكر فيها. دائما نحن نتجه للمنحى الإيجابي لنقدر دائما نبعد الأفكار السلبية، ومثل ما بيقولوا كل شيء نحن بنفكر فيه فهو بيرتد لنا حسب ترددات الكون. رح نحكي عن التفكير الإيجابي وكيف فينا نحن نبعد عنا الأفكار السلبية ونقدر نحول لأفكار إيجابية. أكيد معنا ضيفنا لليوم ماهر شبانة، استشاري أسري وتربوي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح الخير. فيك. يسعد صباحك ولكل أهلا المشاهدين. وسهلا صباح فيك. الخير. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباح فيك. الخير. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نبلش بعد يوم طويل ويوم بيكون حافل من القصص والمشاكل. كتير من السهل إنه نركز على العناصر السلبية والأشياء السلبية وتخلي هاي القصص تفوت على عقلنا وراسنا بأفكار سلبية وتأثر علينا بشكل اكيد سلبي. كيف نحن بنقدر ما نخلي هاي الافكار السلبيه تاثر على تفكيرنا ويبقى تفكيرنا ايجابي؟ برايك شو هي الخطوات؟ هلا اكيد اول شيء بدنا ننوه على نقطه كثير مهمه، انه التفكير الايجابي لا يعني ان الشخص سعيد طول حياته او لا يتعرض لمشاكل. الشخص الايجابي هو الشخص اللي قادر على التعامل مع مشكلاته بطريقه ايجابيه، اي التفكير في الحل وليس في المشكله ذاتها. معظم الناس عندهم استراتيجيه بالتفكير اللي هي يعني تفكير انه ليش عم بيصير معي بهذا الشكل، وليش انا هالمشكله علي بالذات، وليش يا ربي وليش وليش. كلمه ليش اذا ما راحت على كيف مشكله، فهون بنحكي بالتفكير السلبي والتفكير الايجابي. تمام. لما ببقى انا بدائره السلبيه اللي هي ليش، فانا اكيد ما راح اطلع منها وبتبقى حياتي كلها هي عباره عن تجارب سلبيه. لكن كل نقطة أنا بدي أعيشها بحياتي أو كل تجربة أنا بدي أعيشها بحياتي لازم أفهم أنه إلها جانبين، شئت أم أبيت هيك الوضع الحالي إلها جانبين. يعني حتى هلأ الظرف العام يلي كل الناس بتشوفه سلبي قد يجوز يكون فيه له جوانب إيجابية. صحيح. أنا ممكن شوفها، الآخر ما بيشوفها. لذلك نحن إذا بدنا نقول بدنا نبعد عن التفكير السلبي، هو طرح ايجابي انه انا اقول بدي بعد عن خليني بقى اغير صيغه اذا بدنا نقول. تمام. كيف ممكن نتعامل مع الشيء السلبي، مع الفكر السلبي وليس الغائه؟ لانه اذا بقول لواحد محبط وضعه المادي تعيس تماما، اذا بقول له بعد لي عن التفكير السلبي بيقول لي انت شخص يعني نوعا ما طوباوي مانك كثير واقعي. اما لما بقول له حاول تفكر بسلبياتك كيف بدك تحلها، وقتها ممكن يستجيب لإلي. فنحن بالشأن الاجتماعي لما بنشتغل فيه بنبعد عن الطروحات يلي بتقول انه سلبي وايجابي بقدر ما انه بتعامل مع الشخص شو مشكلتك بالحياة. تمام. اذا بدي اساله عن سلبي ما بقول له تفكيرك سلبي، بقول له شو مشكلتك انت. يعني هلا انا اذا بقول لك انه مثلا عندك فانوس سحري شو تطلب منه، فهو رح يروح الى منطقة القيم عنده، رح ينسى المشكلات السطحية. واكبر دليل لما بتقعدي مع رفيقتك بيكون عندها احيانا مشكلة عاطفية صغيرة هي بتقدر تتجاوزها، لكن عم تعتب وتحكي وتشيل وتحط. اخر شيء بتقولي لها طيب اذا تركتي بيمشي الحال، بتقول لك لا انا ما عندي مشكله اذا تركته ولا لا، بس مشكلتي مع حالي انه انا بدي فضفض. فمعظم الناس هي بدها تفضفض بواقع الامر اكثر ما انها تحل مشاكلها، وهذا الشيء ممكن يوصلنا لمشكله بالشخصيه. اذا انا بقيت كل الوقت بدي فضفض بس ما بدي حل مشاكلي، ممكن اوصل لمرحله اني يصير من الاشخاص صعبي الميراث اللي هن كثيري الشكوى. تمام. كثير شكوى من الاشخاص صعبي الميراث، فهذا الشخص بيبقى شخص ما بهمه ابدا انه تنحل مشكلته، بهمه فقط انه حدا مثل ما بيقولوا هيك يقول له اوكي امورك خلص يلا انا فهمانك حاط حالي محلك الى اخره، بيشعر بالطمأنينة وانتهت القصص. ولكن هذا الشيء كارثي لاحقا لانه عم تتراكم المشاكل وعم تصير اسلوب حياة غير حلول لأنه. فلذلك لازم كثير ننتبه إذا بدنا نقول عن تفكير سلبي وعن تفكير إيجابي، خلينا نروح على الجذور أكثر ما أنه نحكي شيء نوعا ما بجوز الناس تشوفه. هلأ كل المشاهدين اللي هلأ عم يشاهدونا أعتقد ما عندهم جلد أنه يسمعوا حكي غير واقعي، صار بدهم شيء يفعل لهم حياتهم، ونحن هون لازم نساعد لحتى يتفعلوا حياتهم. بقى كلياتنا عندنا مشاكل، أنا وأنت وكلياتنا عندنا مشاكل،
بتبقى علينا شغلة طريقة تفكيرنا نحو المشكلة. تمام. كيف أنا ممكن أنفذ من هاي المشكلة؟ صحيح. يعني أستاذ ماهر في فكرة كتير مهمة حكيتها حضرتك، هي أنه نحن كلنا عندنا مشاكل وكلنا عايشين نفس الظروف أو الواقع الحياتي، بعد حرب، بعد ضائقة اقتصادية. أحيانا خلينا إذا نحن قعدنا مع شخص، هذا الشخص سلبي تفكيره، وأحيانا بيكون حق معه نظرا مثل ما قلت للظرف المادي اللي هو عم يعيشه، لكن إذا هذا الشخص فكر بناحية سلبية فهو زاد همه ضعف. إذا فكر إنه بناء أو حط أمل شوي، أو الشخص اللي مقابله يقول له معلش تفرج، معلش بتتحسن، إذا عملنا هيك بيصير هيك. قديش مهم يكون في شخص، عم نشوف كتير اكتئاب، عم نشوف حالات أيضا يعني قاسية بيوصل لها الشخص أحيانا، فقديش مهم يكون في سند لهذا الشخص ويقول له هيك إذا عملنا هيك بيصير هيك بالمستقبل القريب. هلا بكل تأكيد هذا الشيء مهم، وكل واحد فينا ما في بيعيش بحياته بدون ما يكون عنده شخص الأنتيم تبعه. تماما. سواء حدا من أهله، حدا من أصدقائه، زوجته، أيا كان. تماما. لكن بواقع الأمر الضغط على هذا الشخص وخاصة بهذا الزمن يعني أحيانا غير مقبول. يعني أنا بيجي عندك بشكلك مرة اثنين ثلاثة، بس أنت ما لك فاضية دائما تسمعيني. لذلك أكيد الشخص لازم ينوع من مصادر الطاقة اللي بدي أخدها، اللي هي الطاقة الإيجابية أو مصادر الحلول إذا بدنا نقول. صحيح. تمام. إذا نوعنا نقدر نوصل لنتيجة إيجابية. لذلك أنا ما لازم دائما أرك عليكي إنه أنا بدك تحليلي مشكلاتي. طبعا. اوكي، خاصة انه انت بعد فترة بتقولي انه ليش هو ما بيعتمد على حاله، ليش ما بيحاول يحل مشكلاته بنفسه. صحيح. نحن المختصين اذا راجعنا الشخص اكثر من 5 مرات، تمام، بنوقفه، بنقول له انت ما عم تنفذ الشيء اللي حكيناه، وبالتالي انت رجعت لعندي المرة السادسة. اذا المشكلة بتنفيذ عندك ولازم ترجع تنفذ، وما بعطيه مجال بقى انه ياخذ او يتمادى. احيانا انه في ناس تتمادى بالقصة، انه بتعتبر انه انت مركز بالنسبة له للطاقة وبيحاول يستنزفك. يعني هو يعني تخيلي حدا عم ياخذ منك وما عم بينفذ، يعني مثل انا عم بهدر. صعب. عم بهدر طاقتك، مصرياتك، اي شيء بدك. بس بكل عائلة موجود هذا الشخص اللي عنده مشاكل او عنده قصص وفايت باكتئاب، يعني موجود بكل عائلة فينا اكيد، يعني بده يضل يشكي، بده يضل يحكي اللي بقلبه مشان نقدر نحن مثلا نساعده ليقدر يحل مشاكله. يعني انت شو حسيتك عم تنصح انه لازم الشخص يعطي مساحه لنفسه؟ يعني هذا الشيء ضروري ياخذ انه هو يلاقي حل لحاله من غير ما يرجع مثلا لعائلته المتعود يشكي له مشاكله ويحلوا مشاكله بشكل جماعي. لأقول لك شغله، الانسان الايجابي هو الشخص اللي ما بيشكي بقدر ما بيحاول يستثمر واقعه. يعني مثلا انا ممكن احكي معك اذا عندي مشكله، مو لتحلي لي مشكلتي كلياتها، لتحلي لي جزء من هالمشكله. يعني مثلا انا عندي مشكله ماديه لنفترض. طبعا. اوكي، ما بيجي بقول لك اعطيني مليون ليره، بعرف هي خارجه عن طاقتك وهي ضغط لك، بقول لك اعطيني مثلا 100,000، بعرف انه هي ضمن طاقتك وما حتاثر عليكي. بروح لعند مصدر اخر بشتغل، يعني بدي يكون عندي 3/4 المبلغ لحتى احكي بعدين بالمشكله. طبعا. بس اما اذا انا بدي اعتمد عليك بشكل كامل، فانت يعني ما رح تستجيبي دائما لهالنقطة. لذلك طبعا لازم الكل هلا اللي عم يشاهدنا لازم يعرف نقطة مهمة، هي انه الطاقة هي داخلية مبنية على التجربة الذاتية وليس من الآخر. يعني قد ما انا اخذ منك طاقة ايجابية وحاول انا اني احل مشكلاتي، رح تكون عندي مشكلة بالنهاية، انه انا أكيد. لما برجع لنفسي في عندي فراغ كبير وفي عندي مشكلة كبيرة. لذلك اذا ما كانت خلينا نقول حلول والطاقة منك وفيكي، فهي مشكلة كبيرة. كثير ناس هلا عم يبلشوا يفهموا نقطه انه ما حدا فاضي لحدا، ما حدا فاضي. هلا هي سلبيه اخلاقيا، لانه عم نشوف نحن شوي في تمادي بالنقطه، بس ايجابيه من الناحيه النفسيه، انه انت بتقولي بينك وبين حالك انه اخي انا عايشه بغابه مثلا، بدي احاول قدر الامكان اني انا اطلع من هاي الغابه باقل الخسائر. تمام. بدنا نقول بهي الشكل هاد. طيب اذا انا فكرت هيك ممكن تكون هالحاله ايجابيه، بس بشرط اني انا ما اخذ اخلاقيات سلبيه، تمام، تتماهى مع هاي النوع من التفكير. يعني انا المفروض اني ما اقول والله في انعدام اخلاقي وما حدا عم بيسمع حدا ولا حدا عم بيساعد حدا، معناته انا بدي اصير مثلهم. مو هيك القصد. القصد انه نفكر تماما انه ما حدا قادر انه يعطينا من وقته ونجهده كثير من الوقت. لذلك خلينا
نحاول نطلب طلبات بسيطة بتفكيرنا الإيجابي، أو تفكيرنا السلبي تكون طلباتنا خفيفة أكيد. وغير يعني غير مؤذية أو حتى فيها ضغط للآخرين. أكيد نعم. أستاذ ماهر، يعني بيطول الحديث عن هذا الموضوع لكن وقتنا انتهى. باختصار كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة لجميع اللي هلأ عم بيتابعنا، وخاصة في ظل الظروف، قديش فيها كيف يتعامل بمرونة مع ذاته ليحافظ على صحته النفسية بعدين الجسدية؟ بكل تأكيد ابتعاد عن التفكير السلبي بيلزمه أدوات، اللي هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس لها كمان أدوات، اللي هي إنه الشخص ينجح بمجاله. النجاح بالمجال بيحتاج إلى جهد وإلى استراتيجية خاصة أنا أقوم فيها كشخص لحتى طبعا. أوصل للشيء اللي بدي إياه. نعم. النقطة الثانية اللي بدنا نحكي عنها والنصيحة الثانية والأخيرة بدي أقول عنها، إنه دائما خلينا نتعامل مع فكرة إنه هذا الوقت بده يمر، بس مو معناته يمر بفراغ، بده يمر طبعا. كاستثمار. نعم. يعني أنا عندي هلأ مشكلة، أزمة عالمية، أزمة شخصية، اللي هو تمام، لازم فكر دائما إنه هاي الأزمة ما حتستمر طول الحياة. أكيد. بس فكرت هيك بقدر بروح إلى منطقة الكيف، كيف بدي اطلع من المشكلة. اكيد هي نقطة كثير مهمة، انه ما نقلق من المستقبل وما نفكر بالماضي، نعيش الحاضر ونعيشه بطريقة ايجابية، واكيد كل الحلول حتيجي لحالها والايام حتمرق ان شاء الله بخير. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، ونشوفك بحلقات قادمة. شكرا، تحياتي. شكرا لك.